مشاهدينا الكرام، أهلا بكم معنا في أخبار الثالثة، تأتيكم من مركز الأخبار في قنوات أبوظبي. والبداية بأبرز العناوين. روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية غرب العاصمة وتتهم كييف بالوقوف وراء الهجوم. مجموعة دول غرب أفريقيا تستعد لتشكيل قوة عسكرية لتدخل محتمل في النيجر، وقادة المجموعة يعتبرون حل الأزمة سلمياً خياراً مطروحاً. أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة محمد إدريس ديبي إنتو رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة محمد إدريس ديبي إنتو. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى معالي صالح كبزابو رئيس وزراء جمهورية تشاد. بحث سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية خلال اتصال هاتفي أمس مع معالي أرارات ميزواين وزير خارجية جمهورية أرمينيا العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص المتاحة لتعزيزها في القطاعات كافة. واستعرض الوزيران جهود تنمية وتطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات. كما ناقش سموه ومعالي وزير خارجية أرمينيا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا المستجدات الإقليمية والدولية وتبادل وجهات النظر بشأنها. ونقف الآن مشاهدين عند آخر تطورات الأزمة الروسية الأوكرانية ومستجدات الصراع عسكريا ودبلوماسيا. طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن أمس من الكونغرس إقرار مساعدة إضافية للإنفاق العسكري المتعلق بأوكرانيا بقيمة 13 مليار دولار، وفق ما جاء في رسالة من مديرة مكتب الميزانية بالبيت الأبيض شالاندا يانغ. كما طلبت إدارة بايدن إقرار مساعدة مالية إضافية بقيمة 8 مليارات و500 مليون دولار للدعم الاقتصادي والإنساني والأمني لأوكرانيا ودول أخرى متضررة من النزاع، بحسب الرسالة الموجهة إلى الرئيس الجمهوري لمجلس النواب كيفن ماكارثي. وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أن جزءا من هذه الأموال سيتيح دعم برامج المساعدة من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. من جانبه صرح السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف اليوم بأن طلب الولايات المتحدة تخصيص مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا لن يغير الوضع على الأرض ولن يؤدي إلى هزيمة روسيا بحسب وصفه. جاءت تصريحات أنتونوف تعليقا على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص مساعدات مالية إضافية لأوكرانيا كمساعدات عسكرية وفق المصادر الأمريكية. ميدانيا أفاد مسؤولون أوكرانيون بأن قصفا روسيا استهدف مبنى سكني أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وإصابة 14 آخرين في مدينة زاباروجيا جنوب البلاد. وقال رئيس الإدارة العسكرية للمدينة أناتولي كورتييف أن 14 شخصا أصيبوا في هذا القصف بعد أن كان قد أفيد عن 5 أشخاص في البداية. وأشار كورتييف إلى أن 4 مبان على الأقل تضررت من جراء هذا القصف. هذا ونشر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي مقطع فيديو يظهر سيارة محترقة بالقرب من فندق في زاباروجيا تعرض لهجوم صاروخي روسي. هذا ولم تعقب روسيا على تلك الرواية الأوكرانية.
قالت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاعات الجوية أسقطت اليوم طائرة مسيرة أوكرانية كانت تحلق نحو هدف غير محدد في موسكو. وفي وقت سابق أغلقت السلطات الروسية مطاري فانكوفو وكالوجا على بعد حوالي 150 كيلومترا من جنوب غرب العاصمة بسبب الاشتباه في تحليق طائرة مسيرة، وأعيد فتح المطارين في وقت لاحق. هذا وأعلن الجيش الروسي الجمعة أنه دمر مسيرة أوكرانية فوق ضواحي غرب موسكو في ظل تزايد الهجمات من هذا النوع على العاصمة الروسية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية انطلاق تدريبات للقيادة والأركان على قيادة القوات التابعة للأسطول الشمالي لأداء المهام المتعلقة بحماية سيادة روسيا في مياه الطريق البحري الشمالي. وأوضحت الخدمة الصحفية الأسطول الشمالي أن التدريبات يشارك فيها أكثر من 8000 عسكري وعشرون قطعة من السفن الحربية والغواصات وسفن الدعم وخمس طائرات وما يصل إلى 50 قطعة من المعدات العسكرية والخاصة للتشكيلات والوحدات العسكرية التابعة للأسطول الشمالي. مضت دول غرب أفريقيا اليوم قدما في خططها لتدخل عسكري محتمل في النيجر عقب الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد، رغم أنها لم تفقد الأمل في حل سلمي للأزمة بحسب رئيس مفوضية المجموعة عمر توراي، فيما أعربت كل من فرنسا والولايات المتحدة عن دعم قرارات الإكواس بشأن النيجر، معربين عن القلق بشأن وضع الرئيس محمد بازوم وعائلته. أعطى قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إكواس الضوء الأخضر لعملية عسكرية قد تبدأ في أقرب وقت ممكن لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، حسب ما أعلنه رئيس كوت ديفوار حسن واتارا، مبينا أن إكواس قررت نشر القوى الاحتياطية التابعة للمنظمة لإعادة الرئيس النيجيري محمد بازوم. وأشار واتارا إلى أن بلاده ستساهم بكتيبة من 850 إلى 1100 عنصر إلى جانب نيجيريا وبنين خصوصا، وأن دولا أخرى ستشارك أيضا في قوة التدخل. لكن الحل الدبلوماسي يبقى ممكنا أيضا، وهو ما أكد عليه رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عمر توراي، مؤكدا الالتزام المستمر لاستعادة النظام الدستوري بالوسائل السلمية. قرارات إكواس لاقت صدى دوليا وخاصة من فرنسا التي أعربت عن دعمها الكامل لكل القرارات التي تبنتها إكواس بشأن النيجر، كما أعلنت الولايات المتحدة من جانبها أنها تدعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في الدعوة إلى إعادة النظام الدستوري للنيجر. وأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة ستحمل المجلس العسكري المسؤولية عن سلامة الرئيس بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة المحتجزين. وعبر الاتحاد الأوروبي عن قلق بالغ إزاء ظروف اعتقال بازوم، داعيا إلى إطلاق سراحه الفوري وغير المشروط. بعد العقوبات وحظر السفر وتجميد أصول من يعرقلون عودة بازوم إلى الحكم في النيجر، المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تعرض مجددا حلين لا ثالث لهما على المجلس العسكري في النيجر الاختيار بينهما: حل دبلوماسي يتمثل في تسليم السلطة للرئيس محمد بازوم وإعادة الأوضاع في النيجر إلى ما كانت عليه سريعا، أو تحمل نتائج تدخل عسكري بدأت مجموعة إكواس الإعداد له فعليا. إذن لمناقشة تطورات الانقلاب في النيجر ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الفرنسية باريس الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس الدكتور رامي الخليفة العلي. دكتور مساء الخير وأهلا بك معنا إلى هذه النشرة. كان الحل العسكري في النيجر مستبعدا وفقا لمحللين، ولكن تم الإعلان في قمة بوجا عن عملية عسكرية تبدأ في أقرب وقت ممكن. كيف يمكن قراءة المشهد اليوم في ظل هذه التطورات؟
أهلا بك ميرنا، تحية لك ولمشاهديك أهلا. الكرام. في الحقيقة يمكن القول أن العملية العسكرية في النيجر تواجه صعوبات كبيرة. في البداية كان هنالك إنذار كما تعلمين من مجموعة إيكواس، ولكن الآن يبدو الوضع أكثر تعقيدا. أولا لأن هنالك دول في مجموعة إيكواس رافضة للعمل العسكري، بل وأعلنت بأنها يمكن أن تكون حليفا للقوى الانقلابية في النيجر في حال قيام أي عملية عسكرية. نحن نتحدث عن بوركينا فاسو وعن مالي على وجه التحديد وحتى غينيا. نعم المسألة الثانية أن العملية العسكرية السريعة والمفاجئة تبدو مسألة في غاية الصعوبة، وخصوصا أن القوات النيجرية تدربت على يد قوات أمريكية وقوات فرنسية، وبالتالي استعداداتها جيدة يمكن وصفها. ومع ذلك الحقيقة يبدو الخيار العسكري خيار ضمن مجموعة من الخيارات الآن، وليس هو الخيار المرجح باعتبار أن هنالك إفساح المجال للعمل السياسي والدبلوماسي، بالرغم من انتكاستين. الأولى عندما ذهبت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي نولاند إلى العاصمة النيجيرية ولم تستطع لقاء الرئيس بازوم أو حتى قادة الانقلاب. المسألة الثانية كان هنالك وفد مكون من الاتحاد الأوروبي، نعم الاتحاد الأفريقي، مجموعة إيكواس لمحاولة زيارة العاصمة النيجيرية، ولكن أيضا فشل. وبالتالي الآن يبدو الوضع أكثر دكتور تعقيدا، والعملية العسكرية هي خيار قوي للغاية ما زال، ولكنه ليس الخيار دكتور الوحيد. في هذا السياق برأيك هذا التريث من قبل الإكواس إلى أي مدى هو يعني يصب في صالح الإكواس، وهل لدى الإكواس برأيك القدرة من عسكريا ولوجستيا للقيام بهذه العملية العسكرية التي أعلنت عنها؟ دعيني أجيب عن الشق الثاني بشكل مباشر. لا، الإكواس وحدها لا تستطيع القيام بعملية عسكرية، وإن قامت بذلك فإنها سوف تدخل في معركة استنزاف ربما تستمر لفترة طويلة. إذا هنالك طرفان بحاجة إليهما الإكواس، الطرف الأول وهو الطرف الفرنسي، وكما تعلمين وكما ذكرتي في متن الخبر فقد أعلن مساندته لقرارات إكواس، وبالتالي فرنسا سوف تكون جزءا من العملية العسكرية. ولكن هنالك طرف آخر مؤثر بقوة، وخصوصا من الناحية اللوجستية، نتحدث عن الولايات المتحدة الأمريكية التي ما زالت على لسان كبار مسؤوليها تراهن على العمل السياسي والعمل الدبلوماسي. وبالتالي باعتقادي أن هنالك الآن رؤية غربية وأفريقية يتم محاولة صياغتها رؤية متكاملة، بحيث يكون هنالك إفساح للمجال السياسي، ولكن إذا لم ينجح ذلك فالمجال أو ولكن الخيار دكتور يبقى العسكري ما زال السؤال، هو خيار مطروح بقوة. الولايات المتحدة إلى أي مدى ستنخرط بهذه العملية العسكرية إذا تمت، وإذا تمت على وقت أيضا طويل، وخاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية الأمريكية، هل ستدخل في معركة جديدة برأيك من هذا النوع؟ كمساعدة لوجستية نعم، باعتقادي أنها يمكن أن تفعل ذلك، خصوصا أن هنالك قوات موجودة. ثانيا هنالك نقطة على غاية من الأهمية ميرنا، أن إذا فهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأن الانقلابيون يمثلون نفوذا آخر عدا النفوذ الغربي، وخصوصا النفوذ الروسي والنفوذ الصيني، فبالتالي فإن الولايات المتحدة الأمريكية سوف تسعى إلى إعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه بكل الوسائل التي بين يديها، لأن الوجود الروسي والصيني بقوة في هذه الدول سوف يخصم من الوجود الغربي وسوف يزعزع التوازنات الموجودة في القارة الأفريقية، وبالتالي هنالك نواحي استراتيجية سوف تدفعها إلى التحرك من الناحية العسكرية. ولكن الانخراط المباشر بوجود جنود على الأرض باعتقادي أن هذا أمر مستبعد كما ذكرت بسبب ظروف الانتخابات، وأيضا لأن هنالك وجود لهذه القوات، ولكن المساعدة اللوجستية هي أمر محتمل بقوة. أنا أشكرك على هذه المداخلة من باريس دكتور رامي الخليفة العلي، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس، شكرا على وجودك معنا في هذه النشرة. مشاهدينا نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد فاصل قصير. طهران تشير إلى اتفاق مع واشنطن حول تبادل السجناء، وبلينكين يؤكد أن الاتفاق لا يشمل تخفيف العقوبات. أهلا بكم من جديد مشاهدينا. قبل مواصلة هذه النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. روسيا تعلن إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية غرب العاصمة، وتتهم كييف بالوقوف وراء الهجوم. مجموعة دول غرب أفريقيا تستعد لتشكيل قوات عسكرية لتدخل محتمل في النيجر، قادة المجموعة يعتبرون الحل على الأزمة سلميا
خيارا مطروحا. أهلا بكم. في لبنان حذر عدد من المسؤولين اللبنانيين من أزمة اقتصادية قد يشهدها لبنان بنهاية الشهر الجاري، وسط مخاوف من عدم قدرة الحكومة على تأمين الدواء ودفع الرواتب بالعملات الأجنبية. هي كارثة قد يشهدها لبنان نهاية شهر أغسطس، تحذير صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الذي أشار إلى أن لبنان لن يستطيع تأمين الدواء ولا دفع الرواتب بالعملة الأجنبية في حال عدم إقرار الخطة النقدية والاقتصادية التي تقدم بها القائم بأعمال حاكم مصرف لبنان وسيم منصوري. في بعض الأدوية اللي نحن بنعتبرها يعني مش بس ضرورية، منقذة للحياة، فنحن اللي عم نشتغل عليه طبعاً هو شيء يقدر يغطي لنا هال 35 مليون دولار. المسؤولين عن القطاع المالي مدعوين لتأمين الحلول اللي تسمح لهالدولة هاي تستمر بالحد الأدنى. الحكومة لا تستطيع أن تصدر قانوناً، فاقترح ميقاتي أن يتم تقديم اقتراح قانون من قبل النواب في مجلس النواب يسمح للحكومة الاقتراض بالعملات الأجنبية من مصرف لبنان. هذا الاقتراح أحدث انقساماً بين ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري حول الجهة التي عليها تحمل تبعات تقديم مشروع استقراض الحكومة من مصرف لبنان، باعتبار أن القرض ومصدره يرتبطان بالاحتياط الإلزامي للمصارف لدى مصرف لبنان بصفتها بعض بقايا ودائع اللبنانيين ولا يجوز المس بها، وأن على الحكومة البحث عن مصادر تمويل أخرى. الدولة لا تستطيع إعادة هذا المبلغ المقدر ب 1.2 مليار دولار على لا في الفترة القريبة ولا في المستقبل، خصوصا أن الدولة اللبنانية هي متخلفة عن سداد ديونها بالعملات الأجنبية. هذا طبعا عدا على أن الاستدانة بالليرة اللبنانية ستؤدي إلى مشاكل تضخمية كبيرة، وبالتالي ستؤذي أيضا الرواتب والأجور وتؤدي إلى انهيار قيمتها الشرائية. وأمام الخلاف حول عقد الاستقراض، يرى الخبراء أن الأولوية هي العمل على انتخاب رئيس جديد للجمهورية لانتظام عمل مؤسسات الدولة ومنها مصرف لبنان. تزداد مهمة القائم بأعمال الحاكم وسيم منصوري صعوبة مع انقسام البرلمان حول عقد الاستقراض من المصرف المركزي، ويبقى الخوف من دخول لبنان في حالة الشلل الكامل وتوقف عمل المرافق العامة. لمركز أخبار قنوات أبوظبي، غيدة شبيلي، بيروت. أعلنت إيران عن بدء الإفراج عن مليارات الدولارات من أموالها التي كانت الولايات المتحدة قد صادرتها في كوريا الجنوبية لعدة سنوات، مشيرة إلى أنه تم الحصول على ضمانات ضرورية لوفاء أمريكا بالتزاماتها في هذا الصدد. وجاء ذلك في بيان أصدرته وزارة الخارجية الإيرانية بشأن الاتفاق الإيراني الأمريكي حول تبادل السجناء والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة من قبل الولايات المتحدة بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية. وتبع البيان أيضا أنه تمت متابعة قضية السجناء الإيرانيين الذين تم اعتقالهم في أمريكا، مشيرا إلى أنه سيتم قريبا إطلاق سراح عدد من هؤلاء السجناء المحتجزين. في المقابل، أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن بلاده لن تخفف العقوبات على إيران بموجب اتفاق ينص على الإفراج عن 5 سجناء أمريكيين لدى طهران. وقال بلينكن للصحفيين ردا على سؤال بشأن الإفراج المتوقع عن 6 مليارات دولار من الأموال الإيرانية المجمدة أن إيران لن تحصل على أي تخفيف للعقوبات. أضاف أن الأموال الإيرانية ستحول إلى حسابات مقيدة بحيث لا يمكن استعمالها إلا لأغراض إنسانية. وأكد أن الولايات المتحدة على اتصال بأسر السجناء الأمريكيين 5 الذين سيتم الإفراج عنهم عبر الاتفاق. من المقرر أن تختتم كوريا الجنوبية واليابان مفاوضات فنية تجرى على مستوى مجموعة العمل هذا الأسبوع حول ضم خبراء كوريين جنوبيين في عملية تفتيش تجريها اليابان للتصريف المقرر للمياه المشعة من محطة فوكوشيما النووية في البحر.
وذكر النائب الأول لوزير سياسة الحكومة والتنسيق بارك جوين اليوم بأن سول تضغط لعقد جلسة أخيرة حول الحوار الفني الأسبوع المقبل، حيث سبق أن طلب الرئيس الكوري الجنوبي مشاركة خبراء كوريين جنوبيين في عمليات التفتيش التي تجريها طوكيو عن تصريف المياه المشعة في فوكوشيما ومشاركة بيانات مراقبة بشأن هذا التصريف. أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الحرائق التي اشتعلت في جزيرة ماوي في ولاية هاواي كارثة كبرى، مطالبا بتقديم المساعدات الفيدرالية للمنطقة المنكوبة بعد أن سجلت الكارثة ارتفاعا في عدد الضحايا بلغ ما يقارب 56 قتيلا. من أكثر المناطق السياحية التي تجذب الآلاف من جميع أنحاء العالم، أصبحت اليوم جزيرة ماوي الواقعة في ولاية هاواي الأمريكية تشهد أحد أكبر الكوارث الطبيعية التي انتشرت هذا العام في مختلف الدول، وهي الحرائق المستعرة. ونتيجة لذلك ارتفعت ألسنة الدخان بشكل كبير، متسببة في ارتفاع عدد الضحايا إلى 17 حالة وفاة اليوم، يصبح العدد الكلي نحو 56 شخصا حسب ما أكدته السلطات في الجزيرة، والحصيلة مرشحة للارتفاع. ومن جانبه وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الأمر بالكارثة، مطالبا بإرسال مساعدات عاجلة للمنكوبين هناك. حرائق الغابات في هاواي تعد كارثة كبرى، لذلك أطلب بتقديم مساعدات فيدرالية لجزيرة ماوي المنكوبة لدعم جهود التعافي في الولاية وعلى المستوى المحلي في المناطق المتضررة. وبينما تحاول فرق الدفاع المدني السيطرة على النيران، ذكر قائد الشرطة في ماوي أن 1000 شخص ما زالوا في عداد المفقودين مع فرار سياح من هاواي بعدما انقطعت كافة الخدمات مثل الإنترنت والكهرباء. ومع وصول النيران إلى أكثر من 270 مبنى في بلدة لاهيانا مخالفة حطاما ورمادا بمناطق عدة، سعت الفنادق إلى توفير 2000 غرفة لإيواء الباقين في المنطقة. وبحسب وكالة مراقبة الجفاف الأمريكية، ارتفعت ظروف الجفاف الشديدة في ماوي إلى 16% من 5% الأسبوع الماضي، وتعتبر الأراضي الجافة والنباتات وقوداً لحرائق الغابات، والتي يمكن أن تتحول بسرعة إلى حرائق مميتة إذا ما ساعدت الرياح القوية على إشعال النيران في اتجاه المجتمعات. كما يعتقد أن الرياح الناجمة عن الإعصار دورا الذي ضرب أجزاء من هاواي ساهم في تلك الحرائق، إذ يعد الإعصار قوياً وسريع الحركة من الفئة الرابعة مع رياح مستدامة تبلغ سرعتها 220 كيلومتراً في الساعة. وهذه طائفة أخرى مشاهدين من الأخبار العالمية المنوعة نوجزها لكم في هذا التقرير. أطلقت روسيا اليوم أول مركبة فضائية تهبط على سطح القمر منذ 47 عاماً في محاولة لتكون أول دولة تقوم بهبوط ناجح في القطب الجنوبي للقمر، وهي منطقة يعتقد أنها تحتوي على رواسب من الجليد المائي. وانطلق صاروخ من طراز سويوز يحمل مركبة لونا 25 من قاعدة فوستوشني الفضائية على بعد 3450 ميلاً شرق موسكو، ومن المتوقع أن يهبط على سطح القمر في 23 من أغسطس الجاري. غادر إعصار خانون كوريا الجنوبية متجهاً إلى جارتها الكورية الشمالية، ويعد خانون هو الإعصار السادس الذي يضرب كوريا الجنوبية هذا العام. وقال المقر المركزي لمكافحة الكوارث والسلامة اليوم إنه تم الإبلاغ عن 361 حالة من الأضرار الناجمة عن الإعصار، بما في ذلك انهيار الطرق وانزلاق التربة وغرق المنازل والمباني التجارية، فيما لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر بشرية. أجلت السلطات النرويجية آلاف الأشخاص من عدة مناطق في البلاد في أعقاب الفيضانات الكبيرة والانهيارات الأرضية التي سببتها العواصف في نهاية الأسبوع الماضي. وقالت وزارة العدل والأمن العام النرويجية إنها نشرت 7 مروحيات إضافة إلى فرق الإنقاذ في جميع أنحاء البلاد.
في شهر أغسطس من كل عام تنبض مدينة ميديلين الكولومبية بالحياة بألوان زاهية وروائح عطرة من خلال مهرجان الزهور الذي يعود إلى عام 1957. ميديلين التي يسميها أهلها مدينة الربيع الأبدي عرض فيها هواة تنسيق الزهور منتجاتهم بحضور جماهيري كبير. وقبل الختام مشاهدينا، هذه نظرة على إغلاق أسواق المال الإماراتية وأسعار المعادن والسلع والعملات في آخر جلسة تداول. ختام نشرة الثالثة مشاهدينا، شكرا على حسن متابعتكم، ألقاكم في السادسة دائما في أمان الله.